خلونا نقترب أكتر من الصورة من خلال ضيفنا على الهاتف الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذ منة، صباح الخير على السادة المشاهدين والمشاهدات. يعني دكتور، عاوزين نلبس كده مع حضرتك نظارات الفي آر ونروح للجولة الافتراضية دي، قول لنا إيه اللي بيحصل فيها. هو طبعا ده معرض افتتحه الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه والسكرتير الاول لوزير الخارجيه والتعاون الدولي الايطالي ونائب السفير الايطالي في القاهره، ودي طبعا يعني تاني جوله عملناها معاهم. عملنا قبل كده في شهر مارس اللي فات جوله كانت ايضا بتتضمن يعني زياره افتراضيه لابرز المدن الايطاليه مثل البندقيه وروما وبنفينيتو، ثم يعني بالتعاون معاهم عملنا جولة افتراضية أخرى لزيارة أبرز المتاحف عندنا في مكتبة الإسكندرية. نعم. زي متحف الآثار، متحف السادات، متحف المخطوطات، وقاعة عرض أو معرض الفنان العالمي شادي عبد السلام. فمن خلال هذه الجولات الافتراضية الزائر بيجي عندنا قدام متحف الآثار، عملنا معرض كبير جدا، فبيجي يشوف من خلال هذه النظارات، يعمل جولة افتراضية داخل هذه المتاحف ويتعرف إلى أبرز داخل او مصر او كذلك تحت مكتبه الاسكندريه. فاحنا بنحاول نعمل نقدر حضرتك تقول زواج مبارك بين التكنولوجيا وبين التراث. يعني نعمل جسر رقمي بين الاثار وبين التراث وبين التكنولوجيا، بحيث ان احنا نبسط المعلومه ونوصلها للناس، بحيث هذه المتاحف الافتراضيه زي ما حضرتك عارف في فتره كورونا يعني اجبرنا جميعا على ان نشاهد المتاحف من خلال هذه الجولات الافتراضيه، سواء المتاحف الكبيره زي المتروبوليتان، زي اللوفر، زي متحف بريطانيا، وعندنا كذلك متحف الاثار ومتاحف مكتبه الاسكندريه. نعم. ومتاحف وزاره الاثار، فقمنا بهذه الجولات، فمن خلال التعاون الوثيق بيننا وبين الجانب الايطالي عملناها، وده طبعا كان يوم جميل جدا اللي هو يوم الاربعاء 11 اكتوبر، حيث كان عندنا حدث اخر هو افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالاسكندريه، والجانب الايطالي كان له دور كبير جدا جدا في هذا المتحف. لأن عشان كده تم اختيار ايطاليا على وجه التحديد علشان السائح يقدر يلبس نظاره الفي ار ويشوفها بجانب انه يشوف الاماكن المصريه المختلفه. اه طبعا، ولو حضرتك يعني هتيجي تشوف هتشوف الاماكن المصريه، هتشوف الاماكن اللي هي موجوده في ايطاليا. بفضل ان احنا عملنا معرض ايضا للصور لابرز المعالم الاثريه والسياحيه في مصر و ايطاليا، فعندنا معرض صور حضرتك تقدر تشوف الصوره بشكل ثابت وكذلك تجولي وتعملي جوله افتراضيه. وقام الدكتور احمد زايد بمشاهده هذه نقدر نقول الجولات الافتراضيه سواء في ايطاليا او في مصر وابدى اعجابه بها، وكذلك سكرتير اول وزير الخارجيه الايطالي، وكان حدث عظيم جدا. وطبعا احنا فاتحين المعرض ده من يوم 11 اللي هو يوم الاربعاء اللي فات لحد يوم 18، وبنشتغل من الساعه 10 الصبح للساعه 4، والناس يعني اهلا وسهلا بيهم يجوا ويتفرجوا، وفي اقبال كبير جدا جدا سواء من زوار المكتبه او العاملين في المكتبه على هذا المعرض. وبصراحه حضرتك تيجي قدام متحف الاثار تلاقي اقبال مهول، لان الناس مستمتعه بهذه التجربه وسعداء جدا بيها، وان شاء الله بعد كده نقدر نعمل جولات اخرى ونستمتع بازاي ان احنا نتعلم التراث ونحبه ونعشقه بالشكل الجميل دوت اللي بيخلي التكنولوجيا الحديثه تبسط المعلومه للاطفال والشباب والناس، وكمان الناس لو هي قوي بعيدا طبعا عن المكتبه او بعيدا عن المتاحف بتاعتنا تقدر تشوف هذه الاثار في جولات افتراضيه اونلاين، ده شيء عظيم جدا جدا، وده اللي احنا بنعمله باستمرار. اكيد. هل هيكون في تذاكر للمعرض؟ لا، المعرض فور فري يعني مجاني، وزي ما قلت سيادتك يعني من 11 ل 18، والناس يعني بكره السبت ان شاء الله تعالى من الساعه 10 الصبح للساعه 2 الناس تنورنا في متحف الاثار في مكتبه الاسكندريه وتستمتع بهذه الجولات الافتراضيه. المكتبه مؤسسه غير ربحيه زي ما سيادتك عارفه، وهي نافذه للثقافه على العالم ونافذة العالم على مصر، زي ما احنا بنقول نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر. فكل الحاجات اللي احنا بنعملها في مكتبة الاسكندرية الهدف منها نشر الوعي وتنمية الابداع وبس طبعا روح المتعة والثقافة بين الجماهير سواء المصريين او العرب او الاجانب، لان مكتبة الاسكندرية تمارس الدور العظيم التي قامت به المكتبة قديما في عهد البطالمة عندما كانت الاسكندرية حاضرة للثقافة في البحر المتوسط. صحيح. يعني هو مهم جدا كمان يا دكتور دخول التكنولوجيا، مهم جدا دخول التكنولوجيا، يعني انا ممكن اطلق عليها مجازا التكنولوجيا السياحيه، ونقدر ان احنا نوظفها لتعظيم الاستفاده من الموارد التي نمتلكها. لكن شايف ان النوع ده تحديدا في مصر من السياحه هيكون
اكثر جذبا يعني زوار جدد، ونقدر بعد كده نعمم هذه التجربه على المتاحف اللي بتمتلكها الدوله المصريه على منصات للدخول عليها من خلال اي دوله من دول العالم؟ طبعا انا بشكر سيادتك على هذا المصطلح او الترم الجميل، وفعلا ده شيء عظيم، وان احنا لازم نزيد من هذا الامر، لان سيادتك لما بتعمل دوله افتراضيه استاذ احمد بتتشوق ان تزور هذه الاثار في الواقع، فدي نوع من انواع التسويق، زي ما احنا بنعمل معارض الاثار في الخارج، الناس بتشوف توت عنخ امون ورمسيس والمومياوات، فبيشوفوا جزء من الحضاره المصريه، لكن لما حضرتك بقى بتعمل لهم عارف زي ما حضرتك مثلا يعني ابيتايزر كده مشهيات او جاذبات الحضاره المصريه، لكن لما يجي يشوف بقى الحضاره المصريه على الطبيعه ويستمتع بجو في مصر وبعظمه الشعب المصري والضيافه وكل هذه الاجواء تبقى تجربه يعني نقدر نقول ساحره، واللي بيجي مصر والله مره دايما بيجي كل مره وبيستمتع، والناس ما بتشبعش من جمال اثار وخاصه لو احنا عملنا اتاحه لده، يعني مش هنقول لكل المتحف بشكل عام، لو جزء بسيط منه، لان احيانا اي زائر نازل لمحافظه مثلا من المحافظات المصريه ما بيبقاش عارف اروح ازور ايه، طب وهل لو رحت زرته هيبقى كويس ولا لا، او هضيع فيه وقت ولا هيكون مفيد بالنسبه لي، فلو انا اديته نبذه كده عن ما هو متاح للعرض داخل هذا المتحف اعتقد هيبقى نوع من انواع الدعايه للمتاحف المصريه. طبعا احنا بنعمل ده، وعندنا اصلا متحف الاثار في مكتبه الاسكندريه امتلت موقعا لمتحف افتراضي يا فندم، واخدنا عليه جائزه عالميه في هذا الشان، واحنا بنتابع مع زمايلنا في مكتبه الاسكندريه في الاي تي ديبارتمنت، الناس اللي هم بتاع الانفورميشن تكنولوجي، بحيث ان احنا نعمم هذه الامور على كل المتاحف داخل المكتبه والناس تستفيد بيها. يعني حضرتك عارف ان من خلال دولات الافتراضيه سيادتك بتتجاوز حدود كثيره المكان والزمان، لو سيادتك مثلا مقيم في الولايات المتحده الامريكيه تقدر حضرتك تشوف هذا المتحف على البعد، وكذلك تشوفه بالليل او بالنهار، ما انتش حضرتك مرتبط بمواعيد الزياره الرسميه بتاعت المتاحف. صحيح. فكل ده بيساهم في هذا الامر، فضلا عن وزاره السياحه والاثار وكذلك الثقافه بداوا يقوموا بهذه الجولات الافتراضيه يسوقوا لتراثنا الحضاري والثقافي والاثري الجميل، بحيث ان احنا كل يعني مكان في العالم تبقى موجوده فيه كلمه مصر من خلال الثقافه والسياحه والابداع وكل شيء جميل، لان مصر دائما انا اقول هي اول كلمه في كتاب التاريخ واهم موقع في كتاب الجغرافيا، ومصر دوله عظمى ثقافيا قديما وحديثا. صحيح. كل الشكر ليك الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه، شكرا جزيلا لحضرتك.